للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من القدس الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني نتابع الآن محاولات عديدة للتقليل من دور مصر المحوري في جهود الوساطة، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في هذا الشأن وبشهادة أطراف الاتفاق ذاتهم والشركاء، كيف ترى تلك المزاعم والأكاذيب؟ عمليا اسرائيل تريد ان تستخدم كل الناس وتتهم كل الناس اذا لم تحصل على ما تريد. هي تريد من كل الوسطاء ان يخدموا وجهه نظرها، وهي تريد ان تدخل او تحصل على اتفاقيه 100% لصالح اسرائيل، وبالتالي هي ترغب من كل الوسطاء ان يفعلوا هذا الامر. اذا فشلوا فيه او لم يفعلوا او لم تعطهم اسرائيل يعني فرصه لتحقيق الاتفاق، فهؤلاء مذنبون ومتهمون. واسرائيل من اكثر الاطراف مهاره في الابتزاز واعاده الاتهام وتوريط الخصوم الى اخره، وبالتالي عمليا الكلام الذي يقال والذي نشر، وراينا على فكره موقف لاسرائيل امام محكمه العدل العليا عندما اتهمت ايضا اسرائيل مصر بانها التي تسهل عمليه الانفاق. طب دكتور احمد، يعني عدم اكمال الاتفاق وفشل الوساطه برايك هل يصب في مصلحه ليس اسرائيل، واتحدث تحديدا عن نتنياهو وهو صاحب المصلحه الوحيده في اكمال يعني في اكمال حربه وعدم الخضوع لمطالب اهالي المحتجزين الاسرائيليين؟ تماما. شوفي سيدتي، اولا لانه الصفقه لم تتم بشروط اسرائيل، وبالتالي هو يتهم كل الوسطاء بما فيه مشككه مصر اولا. ثانيا، هو ايضا لا يريد صفقه الا بشروطه، وبالتالي عندما وافقت حماس على الشروط التي على المقترح الذي قدمته امريكا بوساطه مصريه، عمليا فوزي جدا بهذا الاتفاق، وكان يراهن على انه حماس سيكون لها راي مختلف الى اخره اخره، ففوجئ بذلك ورفض هذا القبول واقتحم رفح. اذا بالتالي استمرار في الحرب هو عمليا ما يريده نتنياهو وحكومته، لانه هذا بالنسبه له استثمار على كل المستويات. المساله الثالثه والمهمه، يجب ان يبحث عن متهم غيره حتى يقول لذوي الاسرى انه مش انا اللي انا المتهم او انا المذنب، وانما الاطراف الاخرى. لهذا السبب نحن امام يعني طرف حقيقه عنده قدره هائله على البروباغندا، عنده قدره هائله على الابتزاز، عنده قدره هائله على قلب الحقائق ويعني بس دكتور احمد، هل من يعني عفوا للمقاطعه، ولكن هل من الذكاء توجيه مثل هذا الاتهام الى الجانب المصري وهو الجانب المخول اليه والمنخرط في الوساطه بين اسرائيل وفلسطين منذ يعني زمن طويل؟ فهل من الذكاء ان يتهم طرفا مثل مصر في افشال الوساطه بين الاسرائيليين والفلسطينيين؟ يعني حتى هذا المصريين وهم ادرى منا بمصالحهم عمليا كثيره بسبب اسرائيل، وجدت لهم فضيحه تخش يعني الصوت يتقطع. دكتور أحمد رفيق عوض من المصدر، أشكرك شكرا جزيلا. دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس.